مضبوطة انك تلسعه كرتون. ايوه نفذ الاوامر. أوه. انت أيوة. مش ده القائد بتاعك؟ مبهدلك ولا لا؟ هموت. ممرمطك ولا لا؟ جواك رغبة مضبوطة انك هطلع عين. اضرب ده اقصر. يا رجالة. ايوه جواك رغبات مضبوطة. ايوه طرقعوا لبعض يا شباب. بص بقى. أيوة. هم يخلصوا على بعض. أوه. وانا وسعادتك نتفاهم. أوه. بص يا باشا. احنا جوانا رغبات مضبوطة. أيوة. عندنا شوية طلبات هتنفذها هفض المظاهرة، مش هتنفذها هولع لك في الجامعة. أيوة. ايه الاحمر اللي تحت الميري ده يا اكسلانس؟ ده بادي. ده بادي وفخور قوي انك لابس بادي. ايوه طبعا. ايه رايك يا باشا ان انا عايز اغير سياسه العالم، لان اللي بيحصل اليومين دول مش عاجبني. غلط يا ولاسه. هغيرها. مش هينفع. هغيرها. هتموت يا ولاسه. اللي عندك اعمله يا جدعان. اضربه بالنار. قبل ما تضرب بالنار لازم تفكر شويه، لان انا مش لوحدي، انا معايا رجاله زي الفل، ونعيش احنا الكل. يا تموت لوحدك. اموت لوحدي بعد المرمطه؟ ده انتوا عيال واطيه قوي. يعني انا مبهدل نفسي. عندنا عرض كمان نص ساعة. يلا شوفوا لي بروتا. قول آسى. يا راجل اقعد بقى. قول آسى. يا راجل ده كلام. ايه النضال ده كله يا راجل؟ والله عيب عليك. عيب ليه؟ ازاي يعني؟ ليه مالك؟ ازاي تبقى بروفة مسرحيتك وما تحضرهاش؟ يا حبيبي اكتب لك المسرحية الجديدة. يعني أنت تكتب وأنا أناضل. فيها إيه؟ أنت تكتب وأنا أعمل مظاهرات. ومال؟ أنت تكتب بروتا وأنا أتكلم في السياسة وأخش المعتقل. إيه دي فرص ما تضيعهاش. كل حاجة في حياتنا بالنص، بتيجي لغاية النضال والسياسة وتخلع. طب انت بتكتب معايا؟ ما عنديش موهبه الكتابه. وانا كمان ما عنديش موهبه النضال. وانا زهقت من النضال يا بروت. يعني ايه زهقت؟ كام سنه في الجامعه عمال ازعق وعلي صوتي واقول كلمه حق واتكلم في السياسه وبرضه ما حدش سامعني وبترمي في المعتقل. ما تيأس، مصير البلد تصحى وتسمع صوتك. قبل ما يصحى اكون سبتها ومشيت يا بروت. تمشي على فين؟ اروح اي حته بقى. في شعوب ودول كتيره جدا في العالم محتاجه رمز، قائد يتكلم ويعلي صوته بالنيابه عنهم ويطالب بحقوقهم. شعوب ايه دي؟ شعوب كتيره جدا في اي قاره في العالم. روح امريكا الشماليه، مالها. انزل امريكا الجنوبيه، استراليا، افريقيا، اوروبا. اوروبا مثلا. مالها اوروبا؟ فرنسا مثلا. مالها فرنسا؟ محتاجه حد يمشي في المظاهرات. فرنسا محتاجه لك؟ مفيش راجل هناك بيمشي في المظاهرات. المظاهرات كلها حريمي يا اكسلانس. حريمي؟ اي بنروح بالدم نفديك يا كرواسون وتعشت على كده خلاص، مفيش عندهم مشاكل. تتكلم جد؟ شعر اصفر بقى، عينين ملونه، جو تاني يعني. يعني انت مسافر عشان الستات؟ اناضل مع الستات. ومالهم ستات بلدنا؟ ما بيناضلوش يا بروتا. لا. انا لو كنت لقيت ست في البلد دي بتناضل كنت ناضلت، لكن للاسف انا. اتفضل يا سيدي. مركز شباب متعقبه ماشي اهي وتقول لي نضال. ماشيه بقصريه. اوريك انا بقى العينات اللي بتناضل في فرنسا. باتريتشيا، لورانس، بص شايف؟ شوف العينات. دول من فرنسا؟ شايف بقى؟ الله الله. شفت ان انا عندي حق؟ ايه ده؟ شفت؟ رايح فين يا اهبل انت؟ اكسكيوزي مو جوفي الي على تواليت ونبقى نتصرف. تواليت ايه بس؟ تواليت ايه يا بروتا؟ ما تركز بقى شويه. اصلهم حلوين قوي. حلوين؟ عايزهم. يبقى تسمع كلام اخوك. آه. نطلع انا وانت على فرنسا سنه ولا اتنين نشقاهم هناك نرجع. قلت نشقى. اه هنشقى. هناك هتغسل الصحون وتلحس البلاط وتتمرمط اخر مره. ايه المشكله يا بروتا؟ قضيتك ايه؟ انا حاسس ان فرنسا دي هتبقى اول محطه بالنسبه لي في الكفاح والنضال. فرنسا؟ هرجع من هناك مفتاح، مفتاح المناضل والثوري اللي مدوخ ورا مباحث العالم. اسمع كلامي يا بروتا. يعني قفلت معاك؟ تربست معايا. بالسلامة يا صاحبي. مش عايز حاجة من فرنسا؟ لا بس انت هتوحشني جامد. وانت والله يا بروتا بس في مشكلة هتقابلك. ايه؟ اللغة. مالها؟ هتعمل فيها ايه؟ تهبل ولا ايه؟ ايه؟ انجليزي. والانجليزي بتاعنا بينفع؟ انت نسيت الجامعة الأمريكية ولا عملناها ولا ايه؟ هاوس فريد. فريد از فاين. وير از يور ماذر؟ إن ذا باث روم. وير از يور فاذر؟ إن ذا نفس الباث روم اللي لسه داخلها الست الوالدة دلوقتي. تعالى بقى. ايه؟ نتكلم جد شوية؟ طبعا. هزرنا كتير. اه. بص يا بروتا. أنا عارف إن أنت جميلة غرقتني. إيه ده؟
واللي ينكر كده يبقى ما عندوش اصل. ازاي؟ صح ولا غلط؟ آه. يعني ايه ما قسمت معايا اكلك شربك فلوسك لبسك؟ عيب عيب تقول كده. يا بروتا انا ما اقدرش انكر الكلام ده. احنا اخوات وصحاب. انت عارف ان اخوك مسافر. طبعا. والسفر يعني غربه. ايوه. والغربه محتاجه فلوس. اه. فبعد اذنك هتقل عليك في طلب وصدقني ده هيبقى اخر طلب. ده انا عناية ليك يا صاحبي. ربنا يخليك يا حبيبي. انت عارف طبعا ان اخوك اتبهدل كتير في حياته. ايه والاسم انت وما عنديش استعداد ان اتبهدل بره تاني. طب وبعدين؟ وشرف امك في ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ حصل خير زي ما قال لك واحده زياده بالظبط. الحمد لله الحمد لله قدر الله. سرعنا يا عم اسكت سرعنا. اول ما بدخل بفرقع وحركات فرقعت متاخر. يلا نصيبك عشان تثبت على الشريط مدى الدهر. يلا ماشي. فجأة حسيت ان احنا في افغانستان. الحمد لله احمد ربنا انها مش طيارة اترشقت في دماغك وانت شبه البرج بعد عنك. المهم في حاجة هتفهمها تاني؟ الله اعلم العلم عند الله. بص يا سيدي طلب اخير وشرف امك في ريال ما تحرجني. حلفتني بالغالي. انا عارف ان انت محوش قرشين فحصلتك بالاضافه للاجر اللي هتاخده بعد ما بعت الروايه اللي كتبتها دي. أيوة. فلو تتبرع بيهم ليا اكون شاكر افضل. لعلمك من غير ما تقول انا كنت ناوي اعمل كده. ربنا ما يحرمنيش منك. انت صاحبي واخويا. طلب اخير وشرف امك في ريال ما تحرجني. حلفتني بالغاليه. بالنسبه للساده الزملاء الفنانين المشاركين معانا في العمل. أيوة. انا كنت عارف ان هم محوشين قرشين فحصلتهم بالاضافه للاجور اللي هياخدوها. فلو تقنعهم يتبرعوا بالفلوس دي ليا اكون شاكر افضل. اتكل على الله وعليا في الموضوع ده. ربنا ما يحرمنيش منك يا بروتا. انت صاحبي واخويا ما تقولش الكلام. طلب اخير وشرف امك في ريال ما تحرجني. انا قربتك راحه كده. بتقل عليك اخوك. يعني لو تاخدها معاك وانت مسافر ما فيش مشكله كده. اخوك. طيب. اخوك بيتقل عليك وبعدين انا اخدها تركب الطياره ازاي دي بقى؟ تركب في ريال دي تركب الطياره ازاي؟ طيب. يا فروتا في خلاص خلاص سيبها لي. طلب اخير وشرف امك عنايات ما تحرجني. تحت امرك. بالنسبه للجمهور اللي هيحضر العرض يعني انا كنت عارف انه محوش قرشين في حصالاته بالاضافه لتمام. انت حاطط عينك على الحصالات؟ في ايه يا بروت؟ في ايه الفلوس دي كلها؟ نصاب بالعربي مش مسافر يا بروتا؟ مش غربه ومحتاجه فلوس يا بروتا؟ خلاص يا صاحبي. الله ان شاء الله هتفرج. بتتكلم جد؟ اتكل على الله وعليا. بحياه ابوك هتسلفني بس فلوس. نعمل الحفله. في اعمل لك ابو الحفله. يلا يلا يا شباب. يلا شباب. يلا يا رجاله. يلا رجاله. اجهزوا للحفله. مزيكا مزيكا. وانا كمان مش عارف من غير عياط من غير عياط.
من غير ايش ناقصه هبل هي خلاص انتهينا. ادعي ربنا ان السنين دي تعدي بسرعه. سنين؟ اه سنين طبعا. هتغيب سنين؟ وانا حابني اسمي في عالم الكفاح والنضال بين يوم وليله يا بروطه، مش تركز معايا كده؟ ربنا يوفقك. كل اللي اقدر اوعدك بيه يا صاحبي ان كل قرش هشتغل بيه هشيل نصه ليا ونصه للبعيد اللي واقف قدامي. كل اللي اقدر اوعدك بيه يا بعيد ان كل لقمة هاكلها نصها ليا ونصها ليا. انت راجل كذاب على فكره. ليه؟ قبل ما ارجع النص بتاعي عفن وانت حالتك ثلاجه اطفحه وخلاص. ما تخافش يا قلقاسه. ما تعمليش يا ابن بلد وتقول لي هشيل والله ما تخاف. يا راجل اقعد بقى بلاش. هشيل الاكل في ثلاجه الجيران. سافر في داهيه يا صاحبي. يا خسرت الايام الحلوه. يرضي مين ده يا ربي؟ ابقى فنان من ايام شربات. وحشتيني يا شربات. ايه ده انت بتلفي؟ طول عمرك كنت اتجاه واحد. ايه الحلاوه دي؟ مرساه وكمان لغات. ايوه. ايه اللي جراني؟ الست زازه عملت فيها كده. والله جدعه. بقول لك يا شربات، ايه فاضيه ثلاث اربع اسابيع كده اعزمك على ليمونادة؟ لا اني طالعه فوق عشان امارس المهام الوظيفه بتاعتي. فوق فين بس؟ خليكي معايا شويه. ده انت وحشاني قوي. لا اني طالعه عند عزب. لا لا يا شربات، الا الراجل ده انا منعك. تمنعني لهوا يا اجزلان. انت ايه؟ اني اجزلان. يعني ايه؟ بصفتك ايه حبيبي؟ ما انت عارف يا شربات بحبك قد ايه. جوزي العمر بيد الله. شربات جوايا حاجات كتير قوي نفسي اطلعها. ايوه واني جوايا طموح، طموح كبير قوي لازم يطلع. والست زازه قالت لي ان عزب بهده هيخلينا نحارف وامشي في طريق الفن. صدقتيها؟ لا مش هيمشيكي في طريق الفن، ده هيمشيكي في الطريق الدائري. ما حدش ياخد مني حاجه غصب عني. ما انا قلت زيك كده. قلت ايه؟ قلت محدش هياخد مني حاجه غصب عني. خد كل حاجه شربات وبقيت فنان من اياهم. خدك طريق الفن يا ولا؟ يا ريت. خدني على المحور. غصب عنك يا ولا؟ بكيفي يا اختي. يبقى انت اللي منحرف. اني طالعه. شربات ما تطلعيش يا شربات، ما تطلعيش. طالعه 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 ماسكه الترابزين بتخبط على الباب. فتح لها بصيت له بصلها. خدك على المحور. وداك الدائري. عضك. ايه اللي حصل؟ ما لقيتوش ليمونادة يا شربات. يا الله.